دور وزارة العمل بقى في مجال التدريب في تأهيل الشباب ده للسفر الخارج. يمكن في تجربة ناجحة، احنا عاملين شراكة مع معهد السليزيان الإيطالي، تمام، أو دون بوسكو، بنقدم تقريبا 3000 منحة للشباب على 23 مهنة من أكثر المهن المطلوبة، منهم بي ال سي، الكنترول، سي ان سي، اللحام، التبريد والتكييف، الجرافيك، الويب، تمام. المنحة دي مجانية تماما للشباب. الميزة في المنحة بتاعت معهد السليزيان ان الشباب او المتدرب بياخد 3 دورات تدريبية، منهم دورة تدريبية فنية على احد المهن اللي قلت عليها، وفي دورة تدريبية على اللغة، وده اللي بيأهله للسفر للخارج، ممكن انجليزي، ايطالي، الماني. في دورة أخرى، دورة الثالثة بتاعتهم مهارات حياتية، ودورة المهارات الحياتية دي بتأهله إن هو إزاي يعمل سي في، إزاي يقدم للشغل، إزاي يعدي المقابلة الشخصية. كل الكلام ده مجانا؟ كل ده مجانا، يعني طرق الدورات دول بياخدوها في معهد سليزيان. طب الدولة بتعمل كده ليه؟ ما هو ده دور الدوله، انها تأهل الشباب سواء الشغل في الداخل او في الخارج. طب انا النهارده ما حد يقول لك ما هو كده كده الراجل ده من قبل ما انتوا تبقوا موجودين كان بيجي له عقد عمل في الخليج ولا في اوروبا بيقدم ويطلع، احنا انتوا اضفتوا ايه بقى كده؟ احنا اضفنا ايه؟ ان انا اضمن له ان لما يسافر بره يكون مؤهل فعلا للوظيفه دي، يبقى في الوظيفه دي النهارده. في العاملين النهارده في بلاد كتيره قوي بتوفر عاملين، ان النهارده لازم اوفر عامل كفء عشان يروح يقدم خدمه كويسه طبعًا. فبالتالي يقدر يطلب تاني فيوفر عمله صعبه طبعًا. للبلد طبعًا. وهكذا، وان الدوله تطلب تاني من العماله المصريه لو العامل هل ده بقى بيحصل؟ هل بيطلبوا تاني؟ طبعا يعني هو لو سافر وحسن سمعه العامل المصري ده هيشجع ان هو فعلا يطلب الدوله تطلب عماله مصريه مره اخرى. يعني في المهارات الحياتيه الكورس ده مهم جدا كمان طبعًا. يعني واللغة. يمكن اهم من اللغه اللي هو يتعلم طبعا ان هو ياخد الـ3 كورسات مع بعض. انت كده اهلت الشاب تاهيل من كل ناحيه. بتتكلفوا انتوا بالفيزا؟ مصاريف الفيزا والحاجات دي؟ الخدمات اللي بتقدمها الوزاره مجانيه، سواء التدريب سواء التقديم على العمل الشغل بالخارج، كله مجاني بدون اي وصاه. طب شخص زي ده يعرف ازاي؟ والوسيله بتاعتكم يمكن هي مش الاقرب ليه، يعني انتوا عن طريق الانترنت؟ طبعا. طب يعني معلش، يعني هو نجار او سباك او يعني حد من المهن دي،